الجزء الثالث هنتكلم على موضوع التحكيم، وهنتكلم على المباراه القادمه اللي من المفترض حسب ما سمعنا هيكون حكم اجنبي، واتكلمنا انا وضيفي بالتاكيد اللي هرحب بيه دلوقتي عن جزئيه التحكيم وما حدث في المباراه السابقه واللي طلبناه والمفروض الموضوع يتم في هذه الجزئيه، لان اتحاد كره القدم دايما معني بتطوير اللعبه وتطوير عنصر التحكيم. وبالتالي اذا كان اتحاد كره القدم شايف ان الحكم اللي مش قادر يدير مباريات هتحسم فيها المسابقه، ازاي بيديله نفس القوة وبنفس الإدارة في إدارة مباريات بتحسم الهبوط؟ فبالتالي هنا في ازدواجية في اتخاذ القرارات والمعايير، الحكم الأجنبي الموجود في إدارة عدد من المباريات الحاسمة في بطولة الدوري في المقدمة، بالعكس تماما في المباريات اللي فيها هبوط بيبقى حكم محلي وحكم مصري، وبالتالي هنا في ازدواجية بالنسبة لاتحاد كرة القدم في هذه الجزئية. الجزئية الرابعة الأندية الجماهيرية والأندية الشعبية هنتكلم عليها برضو، لأن بالتأكيد كان ضيفنا في الفقرة الحوارية السابقة مع الزميل العزيز محمد الجندي كان الكابتن رضا الويشي احد اللاعبين الصاعدين مع نادي مصر للدوري الممتاز، واحنا بنتكلم على الانديه الجماهيريه والانديه الشعبيه ايضا مهم جدا بالنسبه لنا كمان صعود طنطا واسوان الى الدوري الممتاز في هذه الفتره.